اسكندرية الآن وحالة سيئة جدا في الجو والبحر. بنصور من بحر كليوباترا في اسكندرية، وزي ما حضراتكم شايفين ارتفاع كبير جدا جدا في الأمواج لم يحصل من قبل، وأنا أول مرة في حياتي أشوف ارتفاع الأمواج بالمنظر ده. الأمواج بتطلع لحد المكان فوق اللي أنا واقفة عنده، أنا مش واقفة على البلوكات، عدت كل البلوكات. وشكل البحر متغير تماما، تغير في لون البحر زي ما حضراتكم شايفين. النهاردة الحد 24 نوفمبر 2024، حالة سيئة جدا جدا من الطقس اسكندرية. طبعا دي باقي نوة المكنسة، هتستمر كام يوم، اعتقد 4 ايام تانيين، وهنتابع مع حضراتكم اول باول حالة البحر. انا حاولت اصور لحضراتكم شكل البحر، واحنا هنا زي ما حضراتكم شايفين احنا هنا في كليوباترا على البحر، وطبعا في ناس على البحر، طبعا اجواء اسكندرية في الشتاء. ولكن ما ننصحش خالص حد يقف على البلوكات، لان والله والله زي ما حضراتكم شايفين المية طلعت لحد فوق. وبصوا هتلاحظوا ان المكان اللي انا واقفة عنده عليه مية مبلول، يعني من كتر ارتفاع الامواج. في طبعا قابلت شباب كتير بتاخد صور تذكارية مع ارتفاع الامواج، ولكن خلينا من بره لان البحر اصلا مرتفع بطريقة غريبة جدا، عمرها ما حصلت قبل كده ان الامواج تبقى مرتفعة بالمنظر ده. موجودة فيديوهات كتير على القناة عندي عن نواة اسكندرية، ولكن اول مرة اشوف البحر بالمنظر ده. لو مش مشتركين في القناة شرفوني بالاشتراك واضغطوا لايك على الفيديو عشان طبعا تشوفوا كل جديد بيحصل على قناتي. بصوا هي مجموعة من الشباب واقفين على البلوكات، واحنا بنحذر المكان ده خطر جدا جدا، لان اصلا ده مش شاطئ، فالامواج بتكون مرتفعة فيه اكتر من الاماكن اللي بتكون مخصصة للسباحة. بصوا صوران بحر اسكندرية، بجد ده اكتر تعبير لقيته يليق جدا على منظر البحر. زي ما حضرتكم شايفين منظر صعب جدا، واللون متغير وارتفاع شديد جدا جدا في الامواج. حبيت تعرفوا كل جديد عن حالة الجو والبحر النهاردة في اسكندرية بعد سوء الطقس. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. بشكركم جدا على متابعتكم، اسيبكم تكملوا باقي الفيديو، وان شاء الله لينا فيديوهات جديدة جاية عن النواة اسكندرية.